السلام عليكم يا شباب، في محاضرة جديدة من الكورس الاحترافي لبرنامج التيام. المرة اللي فاتت يا شباب عرفنا أنواع الطباعة طباعة البي سي بي، وقلنا إحنا عندنا 3 أنواع من طباعة البي سي بي. أول حاجة بطبع بيه المكوى في البيت عادي، بطبع بيه الشاشة الحرارية أو السلك سكرين، بطبع بيه الدراي فيلم. وقلنا إن أفضل طريقة هي طريقة الدراي فيلم أو طريقة الأفلام الحساسة للضوء. تمام يا شباب، وقلنا طبعا في نهاية الكورس هنتعلم ازاي نشتغل بالدراي فيلم في البيت ونطلع جودة محترمة جدا. طيب، المرة اللي فاتت برضو احنا طلعنا ملفات التصنيع الخاصة بكل طريقة، طلعنا ملف التصنيع الخاص بالمكوى اللي هو البي دي اف العادي، وطلعنا ملفات التصنيع الخاصة بالسلك سكرين والخاصة بالدراي فيلم اللي هي الجيربر فايلز. تمام يا شباب، لحد كده تمام. طيب، لو انا هشتغل طريقة الدراي فيلم في البيت مش هوديها مصنع، لو انا هودي الدراي فيلم مصنع يبقى انا هحتاج ان انا اطلع الجيربر فايل. طيب، لو انا هصنع عندي في البيت هحتاج ان انا اطلع الجيربر فايل ولا هطلع حاجة تانية بدل الجيربر فايل؟ هطلع حاجة تانية يا شباب، وهي ايه بقى؟ هي هطلع الدايرة، طلع الدايرة عادي جدا كبي دي اف، ولكن هطلعها نيجاتيف فيلم. يعني ايه نيجاتيف فيلم؟ يعني يا شباب التراكات هتبقى بيضة بالشكل اللي قدامكم اللي انتوا شايفينه ده، التراكات هتبقى بيضة. المفروض ان في البي دي اف العادي التراك بيبقى اسود والارضية بتبقى بيضة. تمام، يعني التراك اللي هينطبع على الدايرة بيبقى اسود. طيب، في الدايرة اللي قدامنا دي التراك بقى لونه ابيض مش اسود. تمام، فالمفروض ان انا اطلع من التيام نيجاتيف فيلم زي اللي انتوا شايفينه ده، اسمها نيجاتيف فيلم. تمام، هنطلعها يا شباب، وبعد كده لما نيجي نتعلم الطريقة هنعرف احنا ليه طلعنا النيجاتيف فيلم، وهنعرف برضو ان الطريقة اللي احنا هنستخدمها دي اللي هنطلع بيها النيجاتيف فيلم من التيام هتوفر معانا فلوس كتير جدا في التصنيع. تمام، في نفس الوقت يا شباب انا هطلع النيجاتيف فيلم من التيام بدون استخدام اي برنامج خارجي، ودي طبعا من مميزات التيام اللي بيضيفها. تمام يا شباب، خلونا نبدأ ونشوف ازاي هنطلع النيجاتيف فيلم من برنامج التيام. دي الدايرة يا شباب اللي احنا وقفنا عنها المرة اللي فاتت، دايرة دبل لير عادية. طيب، عشان اطلع نيجاتيف فيلم يا شباب هاجي من قائمة فايل هنا كده يا شباب، من قائمة فايل من فوق اضغط فايل، وبعدين اختار برنت بريفيو، هتظهر لي قائمة هنا يا شباب كده اللي هي القائمة اللي قدامنا دي. القائمة دي يا شباب عبارة عن ايه؟ عبارة عن الحاجة اللي هتنطبع. يعني دي لو انت طبعت على الوضع الحالي ده، لو انت بتطبع مثلا على برينتر الشكل اللي قدامك ده هو اللي هينطبع. تمام، طيب انا عايز اعدل الشكل ده بقى يا شباب، هعمل ايه؟ بصوا شباب، اول حاجة هطلع هقفل الصفحة اللي فاتت دي واجي هنا على الدايرة اللي قدامنا دي يا شباب، هعمل ايه بقى؟ اختار من تحت كده ميكانيكال 13، يعني هحط طبقة مش موصلة. تمام، ميكانيكال 13 هضغط عليها كده اعلم عليها زي ما انتم شايفين، وبعد كده يا شباب هعمل ايه؟ هاجي هنا من القائمة اللي فوق دي هعمل بليس فيل. تمام، وبعد كده هاجي كده اضغط هنا، اضغط ضغطه كده يا شباب واشد بحيث ان انا اغطي الدايره كلها بالطبقه البنفسجي اللي انتم شايفينها دي، انا ماليش في الانوال قوي يعني. تمام، هغطي الدايره بالطبقه دي يا شباب واضغط ضغطه كمان كده بس، يبقى كده انا غطيت الدايره بتاعتي بطبقه تانية اسمها ميكانيكال 13. طيب، بعد كده اضغط اسكيب من الكيبورد عشان العلامه دي تروح، ولو انا عايز اجيب البورده تاني في وش الشاشه كده اضغط من فيو اضغط فيت بورد. طيب، بعد كده اروح فايل يا شباب، اروح على برنت بريفيو، اعمل ايه بقى؟ اضغط رايت كليك، تمام، كونفيجريشن. تمام، هنا يا شباب انا عاوز التوب لاير والبوتوم لاير الاتنين كل واحده اطلع لها ملف منفصل عن التاني، فاعمل ايه؟ ميكانيكال 15
واضغط كده كنترول من الكيبورد وميكانيكال واحد عشان احدد، يعني شباب عشان احدد كذا واحده مع بعض، بضغط كنترول من الكيبورد وابتدي احدد بالماوس. ميكانيكال 15 وميكانيكال واحد والبوتوم لاير والتوب اوفر لاير، التوب اوفر لاي انا مش عاوزهم، تمام؟ اعمل لهم ديليت، اضغط يس yes. هيبقى لي بس الثلاثه دول يا شباب. لو انا ضغطت اوكي دلوقتي هلاقي ان التوب لاير بس والبادز موجوده، والارضيه الرمادي دي يا شباب هي الارضيه البنفسجي اللي انا حاططها هناك، تمام؟ طيب كل اللي انا هعمله يا شباب هعمل ايه؟ هخلي التراكات دي بيضه واخلي الارضيه دي سودة، يبقى انا كده عكست الدايره. يبقى تاني هخلي الارضيه دي سودة، الارضيه دي سودة والتراكات دي لونها ابيض، تمام؟ طيب انا هعرض لكم الدايره بالالوان عشان تتخيلوا معايا، تمام؟ اضغط رايت كليك، رايت كليك بيج سيت اب، واخلي الدايره كالرد ملونه. بصوا يا شباب دلوقتي عندي التوب لير لونه ايه؟ لونه احمر، تمام؟ وعندي الارضيه لونها بنفسجي، تمام؟ انا ما اعرفش في الالوان زي ما قلت لكم يعني. طيب الارضيه اللي هي لونها احمر دي لو انا خليتها سودة، تمام؟ الارضيه قصدي اللي هي لونها بنفسجي، على فكره البنفسجي ده طاغي على الاحمر بره، يعني لو احنا جينا بصينا بره كده هتلاقي البنفسجي مغطي على الاحمر، بس هو طبعا مش باين قدامنا هنا، يعني هو مش باين قدامنا في الشاشه هنا، تمام كده يا شباب؟ يبقى انا لو خليت البنفسجي ده لو خليته اسود وخليت الاحمر ده لونه ابيض، يبقى هلاقي الدايره اتعكست. تعالوا نشوف هنعملها ازاي من كونفيجريشن كده يا شباب. هاجي هنا على التوب لاير، اضغط رايت كليك وبعدين بريفرنس، تمام؟ بعد كده هاجي هنا اعمل ايه؟ هخلي التوب لاير ده، بيقول لك ان التوب لاير دلوقتي لونه احمر، فانا هاجي هنا اضغط واخلي التوب لاير، قلنا هنخليه لونه ايه؟ هنخليه لونه اسود. التوب لاير هنا مقصود بيه التراكات الحمراء، اي لون احمر في الدايره هخليه لونه كام؟ لونه اسود. لونه ابيض يا شباب، اي لون احمر في الدايره اللي هي التراكات قلنا هنخلي التراكات بيضه، تمام؟ طيب ده التوب لاير. طيب المالتي لاير اللي هي البادز، البادات اللي انا بخرم بيها، اخليها لونها ايه يا شباب؟ فين المالتي لاير اللي هي دي؟ اخليها لونها برضو ابيض لانها تبقى نيجاتيف. ادي الابيض تحت اهو يا شباب، اوكي. طيب هاجي على فاضل كده الميكانيكال 13، ميكانيكال 13 دي اللي هي الارضيه بيقول لك لونها بنفسجي، فانت هتخليها ايه؟ هتخليها لونها اسود، خليها لونها اسود، ادي اللون الاسود، اوكي. بعد كده اقول له اوكي. اوكي بصوا ايه اللي حصل يا شباب، هتلاقي ان الخلفيه اللي كانت لونها احمر والتراكات اللي كان لونها احمر كلها بقى لونها ابيض، اما الحاجات اللي كان لونها اسود، الحاجات اللي كان لونها احمر يا شباب اتحولت للون الابيض اللي هي التراكات والارضيه، واللون البنفسجي يا شباب اللي كان هنا اتحول لمين؟ اتحول للون الاسود. يبقى كده انا حصلت على نيجاتيف فيلم هستخدمه في طباعه الدراي فيلم، تمام يا شباب؟ على فكره دي خطوه مهمه جدا، لان لما تروح لاي حد عشان يصمم لك الافلام دي بياخد منك مبلغ محترم جدا، يعني بياخد منك مبلغ كبير، وهي اصلا بتتصمم في ثواني، وهعرفكم تطبعوها في اي مكان بالظبط بجوده عاليه جدا، تمام؟ طيب دلوقتي ده التوب لاير. طيب انا عايز اطبعه في بي دي اف، عايز اطبعه في بي دي اف معين، هتلاقي تحت هنا يا شباب كلمه برنت، تمام؟ تطبعه في بي دي اف عادي جدا، تضغط اوكي وتطبعه وتحفظه في بي دي اف، دي ما فيهاش اي مشكله. طيب لو انا عاوز بقى مش التوب لاير، عاوز البوتوم لاير، برضه هضغط رايت كليك كونفيجريشن، بعد كده امسح التوب لاير من هنا ديليت، وبعد كده احط بداله انسيرت لاير، احط بداله ايه؟ البوتوم لاير، ادي البوتوم لاير، اوكي. بعد كده يا شباب احط البوتوم لاير فوق، لازم احطه فوق لان هو اللي بيتعرض الاول، بوتوم لاير فوق، تمام. بعد كده هروح اغير الشكل بتاعه. البوتوم لاير المفروض ان التراكات لونها ازرق، طيب انا عاوز التراكات لونها ابيض، فهاجي هنا من بريفرنس واروح على البوتوم لاير اللي هو ده، ادي البوتوم لاير يا شباب لونه ازرق، هخليه لونه كام؟ لونه ابيض، اوكي.
اوكي، وادي هنا اوكي. تمام يا شباب، كده ادي البوتوم لاير اتقلب لنيجاتيف فيلم وبقى لونه، وبقى قصدي نيجاتيف. وبكده اقدر اطبع الدائره بتاعتي بطريقه الدراي فيلم بطريقه سهله جدا جدا جدا. وطبعا لو انا عملت النيجاتيف فيلم على التيم بيطلع بريزوليوشن اعلى بكتير جدا لما بعمله على اي برنامج تاني خارجي. تمام، وبكده يكون الفيديو ده انتهى معانا. عرفنا ازاي نخرج جميع الملفات لجميع الطرق، حتى سواء الطرق دي انا هعملها في البيت او هستخدمها او هبعتها لمصنع. فكده انا عرفت ازاي اخرج جميع ملفات التصنيع، سواء هتتصنع في مصنع او هتتصنع في البيت. تمام، لحد كده يا شباب انا بعتبر ان ده ليفل 1 بالنسبه لالتيم. اتعلمنا دايره ازاي نرسمها، وازاي نعمل لها الاوتراب بتاعتها، وازاي نعمل الديزاين رولز، وازاي نخرج ملفات التصنيع. انا بعتبر ان ده ليفل 1، وليفل 1 ده يعتبر ان احنا عرفنا منه قوائم التشغيل، وعرفنا منه ازاي نخرج ملفات التصنيع، وازاي نعمل الرولز، وازاي نعمل الحاجات الستاندرد او الاساسيه كلها في التيم. من البروجكت الجاي او من الدايره الجايه هنبتدي نتعامل بصوره احترافيه اكتر مع التيم، ونتعرض لجميع القوائم اللي هتشوفوها في التيم، وازاي فعلا نطبق القواعد المظبوطه للبي سي بي في التصميم بتاعنا. وبكده اكون نهيت الفيديو ده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.